السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير معكم دويرة في مدينة لوفن. كما كتشوفوا عامرة بالسواح، هنا واحد البلاصة، واحد الحي جامعي صيبوه بحال هكا. المهم غنقول لكم، ما قدرش نعقل على المعلومات كاملين، هذا كلشي المعلومات. كما كتشوفوا الناس كيدوروا مع الخدس، بلاصة زوينة كما كتشوفوا، كانت ديال الرهيبات ديال العابدات. مهم نقول لكم، كانوا كيسكنوا هنايا، ومن بعد أعوام خدتها واحد مجموعة تاع اليونسكو، خدتها باش حتى واحد ما يرجعها شي حاجة أخرى، باش تبقى بحال هكا محافظة على التراث ديالها. اذا كما كتشوفوا داك الشيء قديم وزوين عريق، اذا استغلوها بحال هكا. اذا زوينه، كيجيو السواح كيشوفوها، داروا حداها واحد لوطيل سماوه نيت نفس الاسم. كما كتشوفوا كان الجو زوين، وكانوا السواح بزاف كيدوروا. كتحس براسك بحال شي بلاصه اخرى، بحال شي. المهم هنا كاين التاريخ، المعلومات كاملين، ما قدرش نقرا كل شيء، واخا خديت بعض المعلومات ولكن كان بزاف. ها هي الخريطة ديالها، كيفاش، اشنو المسموح، اش من عام تأسات. اذا واحد كيشعرك واحد الشعور زوين ديال السفر، ديال راك في شي بلاصه. ولكن حتى هنايا معروف هاد البلاصه، معروفه لوفن، فيها بزاف البلايص زوينين عريقين، فيهم تاريخ زعما عريقة زوينة. الناس اللي بغاو يدوروا، الناس اللي هنايا في بلجيكا او هولندا كيجيو ليها. لقينا بزاف سواح من مدن كثيرة، فيها اكثر من 180 معروفة هي لوفن بالطلاب. كنظن اكثر من 180 جنسية اللي كيقراو هنايا. اذا ما شاء الله بلاصه زوينه، وتقريبا المدينه كامله باحياء شعبيه، احياء ديال الطالبات الطلاب. هذه سميتها زوارت زوس زعما، حيت كانوا الرهيبات بكري كيلبسوا الاسود، داكشي علاش سماو هاد الزنقه بها، هاد الشارع زعما اللباس الاسود ديال زعما الرهيبات. هنايا واحد البلاصه بحال بارك، كيدخل لي اي واحد، ولكن زوين ومعروف ب كيهضروا على النمل والنحل، وعلى بحال هذيك الرزوزيه شيلوا ليها واسبن. المهم قال لك راه غير 10% اللي قريت، انا غنشوف معكم واحد اللائحه، قال لك الناس كيخافوا منه بزاف، ولكن راه غير 10% اللي كيقرصوا. ها هي هنا مكتوب واحد بعض المعلومات، بأن 10% الناس اللي باغيين يعرفوا على المدينة يشوفوا الفلوغ ديالي، مرحبا بهم. وغادي نوريكم اشنو لقيت من ناكل، بدون جلوتين ولا اشنو لقيت هنايا. كتشوفي المدينة، المهم بلاصة المحلات، الشوبينغ والتاريخ، وكل شيء مجموع في مدينة واحدة. كما كتشوفوها هو واحد الخيط كيهضر كيشرح لهم اشنو كاين هنا، بحال مسرح بوديوم على برا. هذا البارك ديال المدينة كبير تبارك الله، زوين. كان الجو تا هو الحمد لله كان زوين نهار السبت، اذا لائمنا الجو، ما سخون ما بارد، شميشة، كان واحد الجو رائع زوين. كانوا الناس خارجين كما كتشوفوا، ما قدرش. المهم كان الصوت ديال، كتسمعوا العصافير، كتسمعوا صخارير المياه، كل شيء موجود تبارك الله. الوديان، المحلات، كل شيء تبارك الله موجود في مدينة واحدة. هنايا هاد البلاصة حتى صورت ودزت، ولكن سمعت بأن هنايا المدينة مصورينها هنا، الخريطة ديال المدينة ها هي في الأرض، ها هو السور اللي داير، وهذوك الزناقي، وهذو الودان اللي داير فيها كل شيء. الوديان هاد لوفن عامرة بالماء تبارك الله، زعما الوديان، باش غنقول لكم كانال دايز عليها كامل.
شوفوا الهندسات المعماريه كيفاش البناء داير زعما داكشي زوين. ايوا هنا ملي جانا الجوع جينا هنا سمعنا بان هنا بدون جلوتين. بنتي كانت خدات من عندهم وقالت لي راه عندهم، جينا جيت نتاكد ونشوفو ناكلو نتغداو. مشاهية نيت بيتزا كما كنقول لكم، كانت شها هي اللي في الزنقه ناكلها وها هي لقيتها. اذا كيديروا لك بيتزا يعمروها لك باش ما بغيتي، ماشي يقول لك عندنا هذه هذه هذه، ولكن لا كيقول لك بيتزا ديالك انت تقولي اشنو بغيتي فيها. حنا خدينا كاملين اللي فيها غير هما هذا المحل. غنخلي لكم راه كاينه الصوره ديال التليفون والزنقه والشارع كلشي غنصوروا معكم. هنايا بنتي اللي لقات عندها الحساسيه هي خداتو بلا مطيشه، اذا صايبوها لها بلا مطيشه. انا هنايا بدون جلوتين وكلنا خدينا الدجاج من الاحسن حلال. هاد البلاصه هاد المطعم حلال حلال، وكيديروا لك جميع تقريبا هاي بدون جلوتين بدون مطيشه بدون، اذا كيديروا لك على حسب الرغبه ديالك. اذا دخلت انا تعطيتهم المعلومات واش هادي واش بوحدها واش، ولكن كنظن ديال الحنطه السوداء هي باينه، ها هي مكتوبه ديالتي انا الكرتونه، حيت ما عندهمش فين تجلس وتاكل. هاد المطعم داير هاد البلاصه كتاخدي من عندهم اما تجيبي لدارك وتاكلي في الزنقه، ولا حنا كلينا كالجوني زوين كلينا برا. قلت ليهم يمكن واش طرطيلا عمروها ولا اشنو. اذا المهم بدون جلوتين، وكتبوها حتى في الكرتونه باش ما باش ما تغلطش لينا مع هذا مع الاخرين. وقلت احنا بالطبع عارفين شنو، ولكن كتبوا داروا عليها واحد اللصاق لصقه بانها راه هي اللي بدون جلوتين. هنا هي العماله ديالهم. غادي نصور لكم، يمكن كانت واحد عروسه واخا قالت لي ها هي واخا ما بينش، لا سبحان الله راه عروسه ماشي بحالنا حنايا، ولا راه هي لابسه بيضاء. يلا خرجوا سينا ولا يلا ادخلوا. المهم شوفوا تبارك الله زوين هاد الهندسات المعماريه. كاين الناس بعدا اللي كيبقى حنا، المهم درت دوره صغيره سريعه معكم باش تاخذوا فكره وتشوفوا هاد الجوله الفلوغ. راه هي لوفن في المكتوبه صافي. كالجو زوين، هذا اكبر تراس واش على بلجيكا ولا، المهم اكبر تراس. شوفوا شحال تبارك الله كيقولوا دخلوا تصبر، ولكن ديالاش واش بلجيكا كامله ولا. المهم الا عطاتك بزاف المعلومات في مره واحده ما كتبقاش عاقل. وانايا المهم بغيت نوريكم تاخذوا فكره وصافي. شوفوا هاد الهندسات المعماريه وهاد اللوينات المتناسقه صافي. انا كنقلبوا على شي بلاصه نشربوا فيها شي حاجه ولا انا بغيت قهوه. دخلنا هنايا هاد البلاصه، شو تبارك الله تاني الديكورات زعما داكشي زوين. ما باينش مزيان هنا، شويه بدا البرد العشيه صافي. انا القهوه ديالي حليوه بالطبع ما كليتهاش، كل واحد خدا شنو بغى. هذا واحد كوكتيل وعصير الليمون وقهوه صافي. جلسنا سرحنا شويه، هذيك النار كتعطيك شويه تاع الدفء زوين. وهاد اللعبه حاطينها اللي حاطينها في الطبله ما كاين ما بغاتش، عصبتنا. لا يمكن ما يمكنش تصيبيها تدخلي هذوك الكرات الوسط، دايرينها بالعاني باش يمكن باش الا تعطلوا عليك تبقي انتيا تبقاي ملاهيه مع هذيك اللعبه. اذا كان هذا هو الفلوق ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. والناس اللي مشاو ليها ولا مشاو شي بلاصه هنا وريتها يخليوها ليا في التعليق. ونخليكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم. كنتمنى يعجبكم هذا الفلوق وهاد المدينه اللي تشاركت معكم. ونخليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.